عمل الألوان يعني عدم القدرة على رؤية اللون الأحمر أو الأزرق أو الأخضر أو مزيجهم سوياً، ومن النادر ألا يستطيع الشخص رؤية أي لون على الإطلاق، ويسمى عمل الألوان بمشكلة أو اضطراب رؤية اللون. واضطراب رؤية اللون من الممكن أن يؤثر على حياة الشخص بأكملها، حيث تجعل من الصعب عليه القراءة أو الكتابة أو الانغماس في وظيفة ما يتكسب منها، وخاصة الوظائف التالية: التصوير، تصميم الملابس، الرسم، والطيران. ما هي أسباب عمل الألوان؟ غالبية حالات عمل الألوان أو الاضطراب المتعلق برؤية اللون هي حالات وراثية متعلقة بالجينات ومتواجدة عند الإنسان منذ مولده. فمن الطبيعي يتواجد لدى الأشخاص ثلاثة أنواع من الخلايا المخروطية في العين. والخلايا المخروطية هي خلايا مستقبلة للضوء في شبكية العين، تعمل على وجه أفضل في الضوء الصافي نسبيا. كل نوع من هذه الخلايا يحس إما بالضوء الأحمر أو بالضوء الأزرق أو بالضوء الأخضر، ويرى الإنسان اللون عندما تستشعر الخلايا المخروطية الكم المختلف من هذه الألوان الرئيسة الثلاث. وكل خلية مخروطية تتواجد في المقلة، وهي الجزء المركزي في الشبكية. يحدث عمل الألوان عندما لا يكون لدى الشخص إحدى أنواع هذه الخلايا المخروطية، أو أنها موجودة ولكنها لا تعمل بالشكل الصحيح. ويترجم عمل الألوان في عدم القدرة على رؤية إحدى الألوان الرئيسية الثلاثة من الأحمر أو الأخضر أو الأزرق، أو قد يراها بألوان أخرى مختلفة عن لونها الأصلي أو بدرجة مختلفة. وهذا الاضطراب المتعلق بحاسة الإبصار لا يتغير بمرور الوقت ويؤثر على كلا العينين. في بعض الحالات قد يكون عمل الألوان بعيدا عن العوامل الوراثية، أي أنه يكون مكتسب وقد يؤثر على عين واحدة أو كلا العينين، لكن ليس بنفس الدرجة، ويمكن تصحيحه في بعض الحالات. والسبب قد يكون في التقدم في السن أو إصابة العين ببعض المشاكل كالمياه الزرقاء والمياه البيضاء واعتلال الشبكية بسبب مرض السكر وتدهور مقلة العين، إصابة في العين أو آثار جانبية لبعض الأدوية. أعراض عمل الألوان: تتباين أعراض عمل الألوان من شخص لآخر ولكنها تتضمن على التالي: يستطيع الشخص رؤية العديد من الألوان لكنه لا يعلم أنه يراها بشكل مختلف عن الآخرين. يستطيع الشخص رؤية القليل فقط من درجات اللون، في حين أن غالبية الأشخاص تستطيع رؤية الآلاف من الدرجات. في الحالات النادرة يمكن رؤية الأسود والأبيض والرمادي فقط. كيف يتم تشخيص عمل الألوان؟ توجد اختبارات تقيس قدرة الشخص على التعرف على الألوان المختلفة، وفي إحدى هذه الاختبارات اختبار اللوحات المتماثلة الكاذبة، حيث يقوم الشخص بالنظر إلى مجموعة من النقاط الملونة محاولا التعرف على الشكل الذي تقدمه مثل حرف أو رقم، وبوسع الطبيب من خلال هذا الاختبار التعرف على اللون الذي لا يتعرف عليه الشخص. وهناك اختبار آخر يقوم فيه الشخص بترتيب شرائح لها نفس اللون مع بعضها. الشخص الذي يعاني من عمل الألوان ليس بوسعه ترتيب هذه الشرائح بشكل صحيح. كيف يتم علاج عمل الألوان؟ عمل الألوان الموروث لا يمكن تصحيحه أو علاجه، أما عمل الألوان المكتسب يتم علاج بعض الحالات منه، وذلك حسب كل حالة. وعلى سبيل المثال، إذا كان الماء الأبيض هو السبب في عدم القدرة على تمييز اللون، فإن بعد إجراء عملية الجراحة سيستعيد الشخص قدرته الطبيعية على رؤية الألوان. وإذا كان دواء معين هو سبب عمل الألوان، فيتم التوقف عن أخذ هذا الدواء. كما توجد بعض الحلول لمساعدة اضطراب رؤية اللون، وذلك بارتداء العدسات اللاصقة الملونة أو عدسات النظارات الملونة أو ارتداء النظارات التي تعوق الوهج من الضوء الساطع. فالشخص الذي يعاني من عمل الألوان يستطيع الرؤية بشكل أفضل عندما لا يكون الضوء ساطعا. كيف تساعد الطفل الذي يعاني من عمل الألوان؟ معاناة الطفل من عمل الألوان قد يجعل من الصعب عليه التعلم والقراءة وهو في بداية طريقه لاكتساب مهارات المعرفة التي تسقل عقله كلما كبر في السن، مما يؤدي إلى تحصيل ضعيف وافتقاده للثقة بالنفس. يمكن مساعدة الطفل من خلال التأكد من أن الطفل تم فحصه لاضطراب عمل الألوان أثناء الزيارة الدورية لطبيب العيون، فكلما تم التعرف على المشكلة مبكرا كلما كانت فرص المساعدة أفضل بكثير. إخبار المدرسين بمشكلة الطفل من أجل أن يجلس بمكان ملائم لا يوجد فيه وهج إلى حد يبهر البصر من الضوء الساطع، واستخدام لون من الطباشير يستطيع الطفل رؤيته بالابتعاد عن الطباشير الأصفر على السبورة التي لها لون أخضر. وهذا كل ما لدينا لنقدمه لكم في حلقة اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، وانشر الفيديو مع أصدقائك. مع تحياتي، في أمان الله.